باقي زملائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير. نحييكم أجمل تحية تراثية مسائية من هنا من ميدان الشحانية، هذا الميدان الذي دائما يأتي بالمفاجآت ويأتي بالسباقات ويأتي بالسيارات ضمن هذه المهرجانات التي تتوالى على هذا الميدان. وفي هذا في هذه الأيام السعيدة نعيش مهرجان السلامة، مهرجان السلامة لرمز من رموز سباقات الهجن، سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر. فالحمد لله على السلامة يا أبو عبد الله، وأنت تستحق بسلامك هذا المهرجان. وشكرا لجميع المساهمين، وشكرا لجميع الأخوان الذين كرموا رمزا من رموز سباقات الخليج، سباقات الهجن في الخليج. شكرا للزميل عادل المطيري من أيضا دولة الكويت والمعلق الرسمي في ميدان الشهيد بدولة الكويت الشقيقة. شكرا يا عادل. ننطلق قبل لحظات بحفظ الله ورعايته أيها الإخوة، شوطنا السادس الذي خصص للثنايا الجعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان للمركز الأول، وبقية الجوائز حتى المركز العاشر. نسير إلى المقدمة وأرى اللي في المركز الأول. هنا يأتي في المركز الأول لابج لابج لتركي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة في مقدمة الشوط، مسيطر على الأمور منذ البداية. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني وأرى هنا سراب لصالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري، النقل التالي على المركز الثالث. وهنا اللي في المركز الثالث الشقب، يا سلام يا هذا الأسم يا عادل، أسم قوي يذكرني بالشقب، يذكرني بصاحب الجولات والصولات هنا في ميدان الشحانية، والمملوك لحمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن يابر. المركز الرابع أصبح من نصيب سحاب لهادي بن رجاء بن جلوي الحمراني الهاجري. والمركز الخامس، المركز الخامس مبدع لصالح بن علي بن حسين بالسيقان المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. وهنا أبناء الخليج توافدوا على أرضية ميدان الشحانية أيضا، وإصرار تام بالتمسك بالعادات والتقاليد، إصرار تام بتمسك تراث الآباء والأجداد ضمن هذا المهرجان، مهرجان السلامة، مهرجان السلامة لرجل ورمز من رموز السباقات في الخليج. ايضا نذكر الاخوة المشاهدين، ايضا هناك هجوم التي اتت في الشوط السابق، اتت في المركز الثالث اللي كانت تحمل رقم 18 لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. تهانينا ولسعد بن نهار. نعود الى المقدمة، نعود الى المركز الاول، نعود الى المقدمة. وهنا التبادل السريع على مقدمة الشوط. الكل يحرص ان ينال بالسيارة وان ينال بالناموس في هذا الميدان وفي هذا المهرجان الغالي، الغالي الذي يحمل اسم رجل غالي على الجميع. نعود الى المقدمة وارى اللي في المركز الاول. لابج يا لابج، لابج وهو لابج، نعم لابج بالناموس ولابج بالسبق، ومتواري ايضا دائما لتركي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة، غير النتيجة، خذ المركز الاول. ننتقل مباشرة الى سراب. الله يا سراب، الله يا سراب. صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري هو ايضا المالك لسراب. ننتقل مباشرة الى المركز الثالث وارى الشقة
الشقب، الشقب براعي إنجازات عديدة يا ما صال وجال في هذا الميدان وفي جميع الميادين. الشقب أيضا يبغي له متابعة ومراقبة شديدة. حمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن يابر يأتي في المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب سحاب لهادي بن رجع بن جلوي الحمراني الهاجري. والمركز الخامس أصبح من نصيب مبدع لصالح بن علي بن حسين أبسيقان المري. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء متابعينا عبر أيضا قناة الريان الناقلة أيضا لهذه الأحداث الجميلة. أيضا الناقلة لهذه الانطلاقات، الناقلة لهذه السباقات، الناقلة لهذه الشعارات، الناقلة لهذا التجمع الخليجي لأبناء الخليج. ودائما مصرين ونقول خليجنا واحد، خليجنا واحد دائما في كل شيء، في العادات والتقاليد وفي كل الإبداعات وفي كل التلاقي بين أبناء الخليج. وهنا في ميدان الشحانية هذا هو الدليل والشاهد الأكبر على تجمع أبناء الخليج تحت أيضا مظلة سباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، نعود ولا زال، لا زال لابج، لا زال لابج، لابج حتى هذه اللحظات. يا علي بن لاحج شوف لابج تركي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة في مقدمة الشوط مع المركز الثاني. وأرى هناك أيضا الشقب، الشقب، الشقب. وقلت لكم يوم ذعت الشقب يا ما أيضا التقيت مع الشقب الكبير في هذا الميدان، راعي الإنجازات وراعي العوايد. وهذا الشقب سمي تيمنا، تيمنا على الشقب الكبير. النقلة للمملوك لحمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن يابر. النقلة التالية على المركز الثالث، وأرى هنا سراب لصالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري. والمركز الرابع، المركز الرابع أصبح من نصيب سحاب، وسحاب تعود ملكيته لهادي بن رجب بن جلوي الحمراني الهاجري. والمركز الخامس أصبح من نصيب مبدع لصالح بن علي بن حسين أبسيقان المري. هذه نتيجتنا أيها الأخوة. هناك أسامي، هناك شعارات لم تدخل عالم الإذاعة. انتظر المفاجآت الكثيرة هنا في هذا الشوط. الكل يطمح أن ينال بالناموس، الكل يطمح أن ينال بالمركز الأول، الكل يطمح أن ينال الجائزة وهي عبارة عن سيارة نيسان. سيارة نيسان، نيسان جميل، نيسان مميز، نيسان مميز مثل هذا المهرجان الجميل في ميدان التحدي، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. ولكن لا زال، لا زال لابج، لابج بدون أي أوامر، لابج وهو مسيطر على الموقف، مسيطر على رأس حربة هذا الشوط، مسيطر على الناموس ولا عليه أي خوف أبدا أبدا أبدا. لابج اسم على مسمى، اسم على مسمى، لا زال مسيطر على الموقف حتى هذه اللحظة. ومالكة تركي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة أعصابه في ثلاجة، أعصابه في فريزر أيضا، وعند درجة يعني البرودة تحت الصفر، تحت الصفر، تحت الصفر. ولا زال، لا زال في المقدمة. والمركز الثاني والملاحقة القوية، الملاحقة القوية من الشقب، 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 الشقب اللي في المركز الثاني. حمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن يابر يأتي في المركز الثاني. وهنا اللي تدخل وقلنا لكم قبل لحظات هناك أسامي، وهذا أول الأسامي والظهور للعبار، العبار حمد بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية المري في المركز الثالث. ويبغي له متابعة، أول ظهور له، أول إذاعة، أول إذاعة ما يبنى لطاري أبدا تبع كل المسافة هذه. الآن وصل وخذ المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع أصبح من نصيب شديد، شديد يا شديد، شديد والركض فيه
بالشدة لصالح بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري وهو الإذاعة. ويا مرحبا بشديد، ويا مرحبا بمالك شديد، ويا مرحبا ويا مرحبا. والمركز الثالث هناك تدخل في هذه اللحظات اللي تدخل هنا شمعدان منصور بن سيف بن مبارك بن حفصان الخيالي يأتي في المركز الخامس. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، ولا زال لابج لا زال في المقدمة، لابج منذ البداية حتى هذه اللحظات. أتمنى أنه يستمر على هذا المنوال. تركي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة في المركز الأول، ولكن هنا المركز الثاني الشقب لحمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن يابر، وأيضا ترشيح من المخرج مخرجنا المبدع علي بن محمد بوشارب. مساك ورد يا مخرجنا. وجابر العاضل المري يرشحون الشقب، ولكن لابج الله 400 متر ما تبقى عن خط النهاية، وانفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. منذ البداية انطلق راس ونهى الشوط راس. يا سلام لابج السلام وين والتحيات وين انا يا بنديلة. سلام يا قطر، سلام شحاني. تهانينا لتركي بن محسن بن راز بن محسن بن ديلة المركز الثاني. ويتحطم التوقيت تحت اقدام ايضا اللي هو لابج المركز الثاني وصل فيه الشقاب لحمد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن يابر. المركز الثالث وصل فيه شديد لصالح بن عبيد بن محمد مريمان العامري. المركز الرابع البيرق لمبارك بن محمد بن قطامي الفيدة المري. المركز الخامس مبلش لجابر بن محمد بن راشد الجربوع المري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء. الله، ننتظر التوقيت من مخرجنا من بوشارب. يا سلام، يعطيك ألف عافية مخرجنا المبدع أيضا لهذه الانطلاقات الجميلة المتميزة. والتوقيت الزمني التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا ونفس توقيت يعني مكرر للتوقيت الأفضل. أفضل توقيت يستاهل. والناموس لي أيضا راعي لابج تركي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة، وألف مبروك للجميع. الآن الكلمة تروح وتذهب مباشرة إلى أخي المميز حمد الزعبي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نهني ونبارك لمالك الشقم الحاصل على المركز الثاني. توقيته الزمني 12 دقيقة 51 وثلاث اجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لحمد بن مبخوت بن مسعود على حصول الشقم على المركز الثالث ورقم 9 له او من يحمل رقم 27 لشديد. توقيته الزمني 12 دقيقة 56 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لصالح بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري على حصول جديد على المركز الثالث. والثانية أيضا نزفة لبن ديلة من